الكويز. الكويز مجموعه من الاسئله جمال، ما تخممش برشا وجاوبني فيسع فيسع. فيسع فيسع. اي شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي؟ احسن لاعب تونسي. انت قلت لي ما تعاش تبع برشا، كوميم باكيتهم لاعب يجلب انتباهك. وسام يحيى. وسام يحيى اليوم احسن لاعب تونسي؟ تو. احسن لاعب في تاريخ تونس. تونس ولا جابتو تونس؟ جابتو تونس. طارق طيب. مش دخلوا في تونس، تونسي جابتو تونس. تونسي تونسي تونسي. اه تونسي. 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 خالد بن يحيى. خالد بن يحيى. شكون الظهير الايسر اللي يعجبك اليوم في تونس؟ اليوم في تونس تخممش برشا. فماش برشا، فما اربع خمس كعبات، معلول، حدادي، عابدي، مزرب بن ونيس، هذا مثلا عابدي يعجبك. باهي، احسن ظهير ايسر في تاريخ تونس؟ الهادي برخيصه. شكون احسن مدافع ايسر اليوم في العالم؟ انا نحب روبرتو كارلوس. اليوم 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 اي يلعبوا توا معناها مازالوا توا. ما نسميش. ما تبعش برشا. ما تبعش برشا. شكون أحسن لاعب في العالم اليوم تعتبر؟ كريستيانو. أحسن مدرب تونسي؟ توا ولا قبل؟ توا. توا. إن شاء الله يكون منتصر الوحيش. إن شاء الله يكون حاجتي بشكون توا؟ هو منتصر الوحيش إن شاء الله معناها يكون كما قلت أنا. إن شاء الله يبرهن هو يكون أحسن مدرب. اليوم هو أحسن مدرب؟ أنا نتصور. باهي، شكون أحسن مدرب دربت عنده؟ إكسبرايا. أحسن مدرب في العالم تعتبره اليوم؟ ولا ما تبعش برشا كيف كيف؟ شكون أقرب لاعب ليك كان؟ كريم سعيد. أكثر لاعب ما تفهمش معاه؟ ما عنديش مشكلة مع مش مشكلة، ما تفهموش، ديما تتنابزوا حاجة هكا، تفلكوا بعضكم برشا. مروان تاج. مروان لعب معاك؟ في استاد. في الستاد هو صغير صار وقتها كان ما قلتلكش فما سحاب. احسن بونتو ماركيتو في السعوديه للمغرب الفاسي. قداش اكبر سالير خذيتها؟ سالير لازم نجاوبه؟ ما فيها شيء، ما كانوش دي مونتون كبار. سبعة. كبار وقتها حكايه فارغه. اقل سالير قداه؟ 500 دينار. شكون ملاعب كركار ما يحبش برشا لونترينمون والفيزيك والخدمه كان؟ طارق سالم. طارق سالم. ملاعب بالعكس خدام برشا؟ خدام. خدام. خالد مولي يخدم برشا. خالد كانت هذه لوكويز.